الجزري، أليس كذلك؟ نعم يا زهرة، وقد قرأت عن الجزري، يعد من أكثر علماء العرب إنتاجاً، حيث كان يجمع بين العلم والعمل، وكان مخترعاً عبقرياً، ترك لنا الكثير من الآلات التي ذاعت شهرتها فيما بعد في أوروبا، وكان لها أثر كبير في تقدمهم العلمي والحضاري. بالطبع، فقد اخترع أشكالاً كثيرة من الصواقي والكثير والكثير من الآلات ذاتية الحركة التي تعمل بالماء، بالإضافة لقيامه باختراع بعض الآلات الموسيقية. السلام عليكم، هل رأيتم عالمنا الجزري؟ لا، نحن نبحث عنه مثلك. دعونا نأخذ الطريق الموازي للقناة المائية، فهو دائماً يتأمل حركة الماء. هل أنت صديقه؟ هذا شرف لا أدعيه، أنا مجرد مزارع بسيط ذاهب إلى عالم عظيم في مسألة. ها هو، السلام عليكم أيها العالم العظيم. وعليكم السلام، أهلا بالعم سعدون. جئتك بمشكلة لا أجد لها حلا. أهلا بكم، هل تشرفت بلقائكم من قبل؟ لا، هذه أول مرة نتقابل. أنا عبقري مخترع وعالم من مصر. أهلا بعلماء مصر، وأحب أن أتعرف على بعض اختراعاتك، لكن بعد أن أسمع مشكلة العم سعدون. ما هي المشكلة يا عم سعدون؟ تعرف أنني أروي ضيعتي بواسطة الساقية، والساقية يدور فيها الثور، وتلك مهمة شاقة حتى بالنسبة لحيوان قوي مثله. الثور أنهكه التعب وأخشى أن يموت، وعندها لن أستطيع ري أرضي. تلك المسألة تشغلني كثيرا، فأنا أفكر منذ شهور في اختراع ساقية ذاتية الحركة تعتمد على قوة جريان الماء نفسه. المطر جميل. نعم، ولكن يقولون أن السماء لم تتوقف عن المطر لثلاثة أيام فوق المرتفعات، ونخشى من حدوث فيضان مثل هذا؟ لقد حذروني من النزول في هذا الطقس، لكني لم أسمع له. ما العمل؟ الماء يقترب. لا تخشوا شيئا، تحمل قاربا معك في ملابسك. أحب أن أكون مستعدا دائما، هذا أحد اختراعاتي. هيا إلى القارب. تمسكوا بالحبال الجانبية فالارتطام سيكون شديدا. ابقي بقربي. واو، لقد هدأ التيار. لا، فنحن نتوجه نحو منطقة منخفضة، لن نجو من الشلال. ألا يوجد لديك اختراع في هذا القارب العجيب يخفف من سقطتنا؟ بلى. أسرع يا عمي، سنسقط بعد ثواني. هذا من فعل الجان؟ لا، بل من فعل البشر. تمسكوا جيدا، سنرتطم بالماء. هذا المكداف أوحى لي بفكرة، أعتقد أنني موشك على اختراع الساقية التي تريدها. ما كل هذه الأوراق؟ كتاب الذي لم أنتهي منه، والذي أتحدث فيه عن اختراعاتي. وضعت له اسما مبدئيا هو الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل. كل هذه اختراعات قمت بها؟ وأتمنى أن أقدر على عمل المزيد لأفيد بها الناس من بعدي. هل هذا نموذج مصغر للساقية؟ نعم، أريد بها استغلال قوة دفع الماء لتحريك الساقية الموضوعة في القناة، ومن خلال ميكانيكية معينة سيتحرك الماء صعودا حتى مركز الساقية، عندها سيكون في مستوى سطح الأرض الزراعية. بمعنى أننا استبدلنا القوة الحركية للثور بقوة الماء الجاري نفسه. وكم سيستغرق بناء الساقية بالحجم الحقيقي؟ شهرا في الغالب. حسنا، انتهى عملكم. لو صحت حساباتي
فسوف تدور الساقية وترفع الماء حتى المركز، بعدها سيجري في قناة الماء. تمت المهمة بنجاح.